نتوقف مع المزيد من المتابعة والتحليل والاستشراف لوثيقة إعلان المبادئ بشأن سد النهضة الإثيوبي توقع في الخرطوم. كان في مخاوف، في أيضا تحديات، في تطلعات أن يكون في تطمينات إثيوبية وأن يكون في التزام بأن سد النهضة الإثيوبي لا يشكل أي ضرر من أي نوع على الجانب المصري أو على الدول المحيطة اللي ممكن تكون متضررة بأي شكل من الأشكال. نحاول كمان نبعد أكتر من كده ونتكلم في إزاي ده ممكن يبقى أرضية نستند إليها في أفاق أرحب للعلاقات الثنائية الاقتصادية وغيرها بين مصر وإثيوبيا وبين مصر ودول القارة السمراء بصفة عامة، وأن يكون في استرشاد من أي أخطاء سابقة ربما كانت شابت علاقات مصر بالقارة السمراء في ظل أنظمة سابقة. إزاي نخرج بهذه الدروس؟ إيه النقاط اللي ممكن نتوقف عندها كثيرا فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي؟ وإيه الثمار المرجوة أيضا لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إثيوبيا؟ وما الذي يفتقده التوحد في المواقف المصرية السودانية على سبيل المثال أيضا يعني في هذه المرحلة؟ كثير من محاور وثيقة الصلة بهذه القضية حنتطرق لها في هذا الحوار مع الدكتور محمد نور الدين عضو الهيئة الاستشارية العليا لمجلس علماء مصر. أهلا بحضرتك. أهلا، صباح الخير عليك وعلى صباح الخير على مصر. بنرحب بك دكتور محمد في حلقتنا النهاردة. يمكن كان زي ما ريهام اتكلمت عن أهمية الزيارة وأنها بتأتي في وقت يعني بالغ الأهمية، يمكن كمان الزيارة ليها انعكاسات مختلفة على الشارع المصري. يمكن كمان وثيقة المبادئ اللي بتنص على 10 مبادئ أهمها التعاون والإخطار المسبق واحترام سيادة الدول الأعضاء في الاتفاقية، تفاصيل كتيرة جدا يمكن هنشوفها، لكن هنتابع التقرير ونرجع نكمل حوارنا. تابع هذا التقرير ونرجع للحوار مرة أخرى. جاء التوقيع على إعلان المبادئ حول سد النهضة من جانب قادة مصر والسودان وإثيوبيا في توقيت هام لإزالة حالة القلق والتوتر. ففي العاصمة السودانية الخرطوم وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هيلا مريام على اتفاق المبادئ حول سد النهضة الإثيوبي. الرئيس السيسي أكد أن التوقيع على الوثيقة هي أصدق برهان على قدرة الدول الشقيقة الحفاظ على المكاسب المشتركة للجميع، مشددا على وجود رغبة حقيقية لتحويل الاتفاق إلى حقائق ملموسة. من جانبه شدد الرئيس السوداني عمر البشير على أهمية التعاون بين دول حوض النيل لتحقيق التنمية لشعوب المنطقة، وأكد البشير ضرورة التكاتف في مواجهة التحديات الراهنة. رئيس الوزراء الإثيوبي أكد أن مياه النيل تشكل مصدرا هاما للحياة للدول التي تعيش على ضفتيه، قائلا أن سد النهضة مشروع من الممكن أن يحقق تعاونا إقليميا بين بلدان حوض النيل. يشار إلى أن الاتفاق يتضمن 10 مبادئ أساسية تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية المصرية وتتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية. وتشمل تلك المبادئ مبدأ التعاون والتنمية والتكامل الاقتصادي والتعهد بعدم إحداث ضرر لأي دولة بالإضافة إلى الاستخدام المنصف والعادل للمياه والتعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي، كما تضمن مبدأ بناء الثقة وتبادل المعلومات والبيانات ومبدأ أمان السد واحترام السيادة ووحدة أراضي الدولة، وأخيرا مبدأ الحل السلمي للنزاعات. رجعنا لكم مرة تانية بنستكمل هذه الفقرة وهذه الفقرة المختلفة والمعادة مسبقا عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إثيوبيا وتوقيع اتفاقية إطارية ربما تشمل مبادئ مختلفة، مبادئ 10 تنص في مجملها على الاتفاق المسبق على التعاون على احترام سيادة الدول. دكتور محمد، كنا اتكلمنا قبل التقرير عن أهمية الزيارة في الوقت الحالي، عن أهميتها القصوى مش لمصر فقط لا لدول حوض النيل مجتمعة. يمكن السودان كان بتقوم بدور فعال وبناء في الفترة الأخيرة، مؤخرا حتى لمسنا ده في زيارة الرئيس عمر البشير في المؤتمر الاقتصادي وحفاوته، أو حتى الحفاوة اللي اتكلم بيها، وحتى الكلام اللي كان يعني معبر بشكل كبير. ويمكن كمان بسالين رئيس وزراء إثيوبيا اتكلم قال نسبح سويا أو نغرق سويا. المؤشرات والدلالات أهمية الزيارة نفسها في التوقيت الحالي، علما بأن الزيارة يمكن ليها دلالات مختلفة على مستوى الدولي والمستوى الإقليمي.
هي أهمية الزيارة إنها تأكيد لمعنى حل المشاكل بالتوافق وبالطرق السلمية، دي نمرة واحد. نمرة اثنين تأكيد على تفهم العصر الذي نعيش فيه، هو عصر الاقتصاد، هو عصر العلم، هو عصر استخدام العلم في تطوير اقتصاد الدول للقضاء على الخمس أعداء اللي موجودين في أي بلد من بلاد العالم، وهم البطالة والفقر والأمية والجهل والمرض. فده يتم بالتعاون والتوافق، وبيتم الدول دي أولا بيربطها رباط تاريخي في نفس القارة، بيربطهم كمان أنهم في أعضاء في تكتل الكوميسا، وده تكتل اقتصادي. نأمل طبعا أن التعاون أنه يدفع للأمام بمبادئ الكوميسا اللي هي لغاية دلوقت حجم التعامل منهم 7% التعامل الدولي بينهم. طبعا بين الدول دي خاصة الثلاثة هيزيد وهيرتفع، لأن في هيبقى في تبادل تجاري أكبر من الأول. فالموضوع مش هينصب فقط على المشكلة بتاعت سد النهضة، المشروع هيبقى فيه مصالح مشتركة بين الدول الثلاثة. طيب أنا أفتكر أن حضرتك بتتفق أن إحنا ما عندناش مشكلة في العقول العلمية النابهة موجودة في الداخل وموجودة في الخارج، ربما ما عندناش مشكلة كمان في المشروعات الواعدة، هي موجودة لكنها في حاجة إلى التفعيل. يعني الكثير من اللي بيتابعوا بيشوفوا أن للأسف في مشروعات على قدر كبير جدا من الأهمية ومن الأفاق المستقبلية اللي تبشر بنجاح لكنها تبقى حبيسة الأدراج. يعني إيه اللي ممكن مجلس علماء مصر يقدمه لتغيير مسار أو مصير هذه المشروعات اللي بنتكلم عنها، ويخدم هذه الساحة اللي احنا بنوليها بالمزيد من الاهتمام من خلال هذه الوقفة الحوارية المتعلقة بالأمن المائي، بالأمن الزراعي وغيرها من الحاجات الحقيقية اللي بتفرض تحديات مش بس على مصر لكن على المنطقة وعلى العالم كله. هو الفكرة استخدام العلم الحديث واستخدام البحث العلمي في حل أي مشكلة تتناولها. يعني الدول النامية أو الدول الغير متقدمة اي مشكله بتيجي عليهم يقول نعمل لجنه، واللجنه يجتمعوا وبعدين يعملوا حلول امنيه لاي مشكله قدامهم، حط عليهم غرامه، ابعت مفتشين الى اخره. لكن الحلول العلميه بتعمل بحث وتقول 1 2 3 هو ده الحل العلمي للموضوع ده باختصار. مش عايز اخش فيها كتير لان موضوعنا النهارده اللي هو خاص بالاتفاق بتاع السيد رئيس الجمهوريه، فعايز اركز عليه اكتر. ايه اللي المجلس ممكن يقدمه في هذا الشان؟ لا انا بس عايز اقول زياره الرئيس اهميتها ايه. اهميتها اولا زي ما قلت اقتصاديا هيبقى في تعاون اقتصادي اكتر من الاول، اكتر من 7% اللي هي الكوميسا شغاله بيها لغايه دلوقتي، لان عدد الدول حوالي 20 دوله. هل تقصد مصر وبين اثيوبيا؟ بين الدول الثلاثه. انا معلش ليا بس تساؤل صغير في الجزئيه دي، هو احنا ممكن نفصل بين الموضوعين؟ بمعنى يعني هل ممكن التعاون يتم بين مصر وإثيوبيا في كافة المجالات بمنأى عن عدم حسم الملفات الخلافية العالقة الخاصة بسد النهضة والمخاوف المصرية؟ وليه ما نعملش الاثنين في وقت واحد؟ ده ممكن يحصل؟ ده ممكن يحصل. على فكرة لما يكون في بينك وبين جارك ود ومساحة طويلة من العلاقات، لما تطرق مشكلة هتبقى بسيطة، مش هيبقى التركيز عليها لأن في حاجات تانية موجودة، فده بيساعد في حل المشكله لما يكون في علاقات. لكن لما يكونش في، اولا احنا كعلماء كنا طبعا غير راضيين عن الفتره السابقه اللي قبل الفتره الحاليه لما كان في مقاطعه للدول الافريقيه، ما كانش في علاقات زي الاول، وده شيء غير طبيعي ولازم يتحل واحنا في سبيل الحل ليه. بالنسبه لان انا عايز اتكلم على موضوع الزياره، لان هيحصل بعض الناس هيحاولوا يعملوا انتقادات. دكتور محمد في نفس الاطار في نفس الاطار يمكن كانوا اتكلموا في الفتره اللي فاتت عن ازمه السد بشكل كبير، ويمكن العلاقات المصريه الافريقيه والاثيوبيه شهدت فتور كبير جدا. مصر ربما تعود، يعني في من شبه زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي لاثيوبيا في عقر وحل المشكله وان يكون في قلب المشكله بزياره الرئيس الراحل انور السادات للكنيسه الاسرائيلي عقب الحرب مباشره مع الفارق. طبعا مع الفارق طبعا مع الفارق. لكن يعني قرات مقالات مختلفه كثيره في هذا الاطار، لو كلمنا عن المسارات المختلفه. هو في تخوف على حضرتك، في تخوف مثلا من الجانب برضو، هو الموضوع مش مصر بس، من الجانب السوداني على معامل الضمان لهذا السد اللي هو كان 1.5% بالمقارنه بالسد العالي، سوري 1.5 معدل الضمان،
ومعامل الضمان بالنسبه للسد العالي هو 8. رفعوا طبعا ده معدل منخفض جدا جدا جدا، رفعوه بالوسائل العلميه عن طريق ضخ كونكريت واسمنت وحاجات كده، بقى 2.8 لا يزال منخفض جدا جدا، وده وحق مشروع للسودان انها تتخوف ان يحصل انهيار لا قدر الله ويحصل مشكله بالنسبه ليهم اغراق ولا شيء. فده طبعا يرجع بقى لفيه في طبعا مكتب استشاري لجأ الثلاث دول اليه، وسيتم اختياره والاعلان عنه قريبا بعد تصفيه هذه المكاتب اللي كانت معروضه الى هيئتين، سيتم اختيار واحد من الاثنين. في النهايه طبعا نص الاتفاق على دور الهيئه الاستشاريه او المكتب الاستشاري ده، هيدرس الجوانب الفنية الخاصة بأمان السد، هيدرس هل هيضر الدول الثانية ولا لا، لأن في الاتفاقية أرست بعض القواعد الهامة إن عدم ضرر دول المصب، ودي ما كانش موجودة قبل كده، فده يعتبر حاجة مهمة جدا حصلت في الاتفاق. نصت على إن يتم حل النزاعات بالتوافق، نصت على إن حتى ملء السد الملأة الأولى يتم باتفاق الدول الثلاثة، ما يبقاش قرار فقط منفرد من طيب يا فندم من اثيوبيا، وده شيء في غايه الاهميه. البعض كان متحفظ على الاسراع او التسرع بالتوقيع على هذه الوثيقه، وكان في المقابل تاكيدات بان حيكون في ضغط مصري لوجود فقره لا غنى عنها متمثله في تطمينات اثيوبيه لمصر تلتزم بها. حصل تغيير. هل حصل والى اي مدى تستند هذه التخوفات؟ حصل تغيير، لان التطمينات دي كانت شفويه، يعني اكون صريح مع حضرتك، كانت في البدايه كلها شفويه، وكان في عدم التزام بالشفافيه في تبادل البيانات، يعني البيانات والمعلومات. تم الالتزام بهذا بالتوقيع بهذا التوقيع، لان في التزام، هيبقى في التزام بتبادل المعلومات، هيبقى في التزام بعدم الاضرار بالطرف الاخر وهو دول المصب. هي المشكله الكبرى اللي عقدت المشكله ان الاداره الحاليه ورثت هذا الملف وهو شائك جدا، بعد ما بعض العهود السابقه عملت لي اضرار فادح. على سبيل المثال المسرحيه الهزليه اللي كانت على الهواء، وناس بتتكلم على ان هنعمل حرب وعلى اثيوبيا والكلام ده في ايام الاخوان، ودي اضرت جدا جدا بالقضيه، لان استخدمتها اثيوبيا في انها تعمل حشد دولي يتوافق مع ارائها ويبقى ضد اي حد، يبقى ضد بناء السد. فالتوافق اللي حصل دلوقتي بعد زياره السيد الرئيس السيسي هو افضل شيء حصل لمعالجه اللي موجود. وفي النهايه في هو القفز يا دكتور محمد على حل المشكله، وان يخوض الرئيس او ان تخوض الدوله مباشره في حل المشكله. يمكن في زياره الرئيس النهارده في ملفات مختلفه كثيره جدا مطروحه على طاوله المفاوضات، يمكن تصحيح المسار اللي كانوا بيتكلم فيه، يمكن ايضا يعني هناك استثمارات، هناك قرى صناعية كثيرة يعني يزمع أن تنشأ في القريب العاجل بموجب اتفاقيات مختلفة. لكن قبل ما نجاوب على السؤال ده هنروح لخالد حسين زميلنا لمتابعة موجز آخر الأنباء، ونرجع نكمل حوارنا مرة ثانية. عليك يا خالد. تفضل خالد. شكرا لك مصطفى، وشكرا لك يا ريهام، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في موجز جديد لمهمة وآخر الأنباء. عقدت جلسة مباحثات بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والإثيوبي مولاتو تشومي لاستعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، وكذلك بحث ما جاء في وثيقة إعلان المبادئ التي تم التوقيع عليها في وقت سابق أمس في العاصمة السودانية الخرطوم بشأن سد النهضة. كما عقد الرئيس السيسي في وقت لاحق اجتماعا مع عدد من رجال الأعمال الإثيوبيين والمصريين لبحث سبل إنشاء منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا. ومن المقرر أن يختتم الرئيس السيسي زيارته لإثيوبيا غدا الأربعاء بإلقاء كلمة أمام البرلمان الإثيوبي يشرح فيها سياسة مصر القائمة على التعاون مع إثيوبيا وعدم إضرار أي دولة من دول نهر النيل بحقوق الدول الأخرى. يتفقد اليوم رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب عددا من المشروعات بمحافظة مرسى مطروح ومستشفى مطروح المركزي ومنفذ السلوم البري. كان محلب قد التقى خلال زيارته للمحافظة أمس مع القيادات التنفيذية وكذلك شيوخ وعواقل ومشايخ القبائل للتعرف على المشكلات والعوائق التي تواجه خطط التنمية في مطروح والمقترحات لحلها.
كما تفقد محلب عددا من المشروعات التي تم تنفيذها والأخرى الجاري العمل بها، وخاصة في مجالات مياه الشرب والطرق والإسكان وتوفير الخدمات والسلع الأساسية للمواطنين بالمحافظة. أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر أنه أبلغ مجلس الأمن بأن المفاوضات اليمنية ستعقد في العاصمة القطرية الدوحة على أن يكون التوقيع في الرياض. تزامنا دعا وزير الخارجية اليمني رياض ياسين دول الخليج العربية إلى تدخل عسكريا باليمن لوقف تقدم المقاتلين الحوثيين المعارضين للرئيس عبد الرب منصور هادي. كانت القوات الموالية للرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي قد تصدت لهجوم شنه عشرات الحوثيين على شمال عدن. قال وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل إن دول الخليج العربية ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المنطقة ضد عدوان الحوثيين حال عدم التوصل لحل سلمي للأزمة باليمن، مشددا أن أمن اليمن ودول مجلس التعاون لا يتجزأ. وأكد الفيصل خلال مؤتمر صحفي في الرياض مع نظيره البريطاني معارضة الرياض لتدخل الإيراني في اليمن، مشددا على أن إيران تمارس سياسات عدائية. لأنه لا يأتي إذا أردت أن ينشر لحماية إيران من اليمن أو غيره، يأتي كعدوان وله طلب من الشرعية اليمني، فكيف يمكن أن يكون أي أحد مع هذا العدوان؟ وصل ممثل الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون اليوم إلى طرابلس بعد زيارة قصيرة إلى مدينة طبرق، التقى خلالها وزير الخارجية في الحكومة المعترف بها دوليا محمد الديري لبحث الحوار وسير المحادثات. كان ليون قد أعلن في وقت سابق أن الأطراف الليبية قد تتفق هذا الأسبوع على تشكيل حكومة وحدة وطنية. نهاية الموجز، عودوا مرة أخرى إلى الزملاء ريهام ومصطفى لاستكمال باقي فقرات هذا الصباح، إليكما. بنشكر زميلنا خالد على موجز الأخبار، ورجعنا ليكم مرة تانية نستكمل الحوار مع دكتور محمد نور الدين. كنا سألنا قبل ما نروح للموجز يا دكتور محمد، كنا بنتكلم أن الرئيس هيعقد يعني لقاءات مكثفة، واللقاء هيتناول أو اللقاءات دي في مجملها بتتناول إنشاء منطقة صناعية مصرية إثيوبية. المنطقة دي يمكن استثمارها إزاي؟ هل ده بيرسخ لعلاقات ثنائية مع إثيوبيا؟ المردود هل هذه العلاقات كيف يمكن أن يحتسب؟ أكيد هو الشغل الشاغل لأثيوبيا ولرئيس الوزراء كيف ينمي أثيوبيا، فاحنا بنوري له إن احنا معاك، احنا هنحط ايدينا في ايديك. ورئيس الوزراء حضر المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ وشاف دور مصر ايه في العالم وتقييم مصر في اعين العالم، فعارف مصر اذا وعدت ستوفي. وكان كلامه فيه حميميه حتى يعني طبعًا صفق طبعًا الجمهور طبعًا في القاعه، يعني نسبح معا او نغرق طبعًا سويا كذا قال. دلوقتي يعني هو انا برضو كان الملفات الافريقيه عندي وماسكها من مده طويله، واحيانا بنعمل اجتماعات مع بعض الشباب الافارقه اللي بيدرسوا في مصر، فسالتهم سؤال فالرد كان يحوي الكثير. بقول لهم ايه اللي انتوا عاوزينه من مصر؟ قالوا احنا عاوزين عبد الناصر الثاني، فيقصدوا السيسي طبعا. نعم. الرئيس السيسي. فده شيء طيب، هو بيكلمه مش على الشخص او هو بيتكلموا على السياسه والعلاقات القويه معروفة. كان في عهد عبد الناصر قال علاقات قوية، قال قاد عمليات التحرر في افريقيا بشكل كامل وعلاقته قوية جدا جدا. فاحنا عايشين في نفس القارة ولازم علاقاتنا الاقتصادية، لأن الاقتصاد هو طبعا لغة هذا العصر. الاقتصاد والعلم معا. السؤال اللي دايما بنسأله نفسنا، إيه اللي أوصل المشكلة للحد اللي وصلت له ده؟ بمعنى إن أثيوبيا كانت عاملة مشروع عايزة كهرباء أساسا يعني، وربما الأضرار هي مائية في المقام الأول بالنسبة لمصر، لدرجة إن كتير شافوا إن هو البعد المهيمن سياسي أكتر من كونه مائي أو كهربي أو غذائي أو ما إلى ذلك، وإن إحنا بندفع ثمن مرارات أعوام مضت كانت للأسف في أفريقيا بتتذيل قائمة الاهتمامات المصرية. إزاي هي دي تيجي القدرة على الإنجاز؟ إزاي ننجز ونعرف نحل
الأزمات التراكمية دي اللي كانت على مدار عقود من الزمن في فترة وجيزة عشان نواجه التحديات الكبيرة قوي اللي احنا لازم العلاقات مع أفريقيا تكون علاقات وثيقة، يعني لازم يبقى في تكامل اقتصادي، يبقى في علاقات اقتصادية. هل في مشروعات للتكامل الاقتصادي مطروحة بالفعل؟ في مشروعات واعتقد ان المفروض مشروع اولا تكتل الكوميسار، لو قريتي الأهداف بتاعته وجبت اخرها نفذتها من اولها لاخرها هيؤدي الى تكتل اقتصادي يشبه الاتحاد الاوروبي لو جبت اخرها. والدول اللي اجتمعوا الثلاثه هم اعضاء في تنظيم الكوميسا، فما فيش يعني شيء غريب انهم ينشئوا منطقه صناعيه، مصر تنشئ منطقه صناعيه في اثيوبيا، وفي الاكثر من كده هيتم. المهم بالنسبه لموضوع سد اثيوبيا والاتفاقيات اللي تمت، هي تمت بس على كيفيه اليات تنفيذ هذا السد والالتزام فيها بما لا يضر مصالح دول المصاب، فده شيء طيب لان ما يبقاش الموضوع منفرد وما يبقاش الموضوع شفوي، يبقى موضوع مكتوب ان عدم الاضرار. حتى كمان كان في نص على يعني ملء السد وكيفيه ملئه، ملئه لأول مرة يكون بالتوافق بين الدول الثلاثة، يعني بالاتفاق مع الدول الثلاثة زائد تشغيله بالاتفاق مع الدول الثلاثة. أي بقى تخوف من نتائج هذا السد، في مكتب هندسي هيشوف الحاجات دي كلها، هيبت في دي لكن في ظرف أعتقد في ظرف 6 شهور. لا هو في ظرف سنة. في سنة؟ في ظرف خلينا سنة. نروح لدكتور محمد، أنت تسمحك بس للأستاذ أسماء الحسيني الكاتبة الصحفية بالأهرام، تحدثنا عن أهمية زيارة الرئيس لأثيوبيا، العلاقات الثنائية بين البلدين، أهمية الزيارة على المستوى الإقليمي، يمكن بتشهد تطور ملحوظ. أستاذ أسماء صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. بتشرفينا دايما. كنا بنتكلم عن أهمية زيارة الرئيس لأثيوبيا وعن الاتفاقيات، عن الاتفاقية اللي تم إمضائها بالأمس، عن اتفاقية إطارية ربما تمهد لاتفاقيات قادمة ترسخ للعلاقات أو لنوع جديد من العلاقات قائم على الاحترام وعلى الاحترام لسيادة الدول المختلفة وحقوق الدول في مياه نهر النيل. نعم، زيارة أثيوبيا بالطبع هي زيارة مهمة لدولة مهمة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة لنا، ويجب أن تكون بيننا وبينها علاقات قوية على جميع الأصعدة، ليس فقط على صعيد المياه فقط. بالنسبة للاتفاق الذي تم توقيعه أمس، هو طبعا اتفاق إطاري بيمهد الطريق لتعاون أكبر في مجال المياه، وخصوصا في مجال سد النهضة اللي كان بيمثل بالنسبة للمصريين هاجس كبير، لأنه بنخشى أنه يؤثر على حصتنا المائية. هناك 10 بنود هي في رأيي تمهد لتوافق وتفاهم بين الدول، وأيضا تضع آليات للرجوع إليها عند الاختلاف، لأن الطريق ليس واضح. التوقيع على الاتفاقية وعلى هذه الوثيقة يا أستاذة أسماء ما بين مهون ومتخوف من جانب ومثمن ليها، بمعنى ان البعض زي ما حضرتك بتقولي بيشوف انها بتمثل بدايه لتعاون حقيقي بين مصر واثيوبيا والسودان، في المقابل البعض بيتخوف ان هي ممكن يكون فيها ما بين السطور بعض التنازلات التي لا يدرك الجانب الموقع انه يوقع عليها. الى اي مدى حضرتك متفقي مع ده، وازاي ممكن يكون ناخد المكاسب بتاعتها ونقطع الطريق ان يكون في اي شكل من اشكال الالتفاف؟ يعني في رأيي أن احنا يجب أن نكون عقلانيين في التعامل مع الأمور، وأن ننظر إلى الوضع الذي نحن عليه الآن. مصر بعد عقود من الإهمال والتجاهل لبعدها الأفريقي ولملف المياه أصبحت في وضع لا تحسد عليه. يعني كانت كل الدول حوض النيل في صعيد على صعيد، ونحن على صعيد آخر منعزلين تماما عن هذا المحيط. وفي رأيي أن احنا كنا بنخاطب أنفسنا ونكلم أنفسنا، وبعد اتفاقية عنتيبي كان هناك خبراء ومختصين يرون أنه من الأسلم أن نعود لهذا الصوت لكي نستطيع أن نتفاهم مع دول. هي دي الأجواء اللي بيتم فيها توقيع. نعم. الوثيقة. لا أنا سؤالي يا أستاذة أسماء، بعد ثورة يناير سؤالي، هل حضرتك بتشوفيها سلاح ذو حدين؟ بعد ثورة يناير ازدادت الأوضاع سوءا وازدادت مصر ضعفا، والآن ونحن نسترد عافيتنا، أنا في رأيي إن التوجه لإقامة حوار وإقامة تعاون هو السبيل الأسلم، لأنه لا يمكن نحن نترك الأمر برمته ونظل هكذا نبكي على اللبن المسكوب. أنا في رأيي إنه هذا الاتفاق الإطاري هو فرصة إن احنا نتفاهم. قبل ما نختم مع حضرتك يا أستاذة أسماء،
قبل نعم. قبل ما نختم مع حضرتك كنا بنتكلم عن اتفاقية وأهميتها، لكن ليس على المستوى سد النهضة فقط. احنا عارفين طبعا الكنيسة الإثيوبية كانت تتبع الكنيسة المصرية مباشرة، وتم الانفصال في أواخر الخمسينات من القرن الماضي. لو حابين ان شكل التعاون يكون في مختلف المجالات، وعلى رأس هذه المجالات بالطبع المجال الكنسي، في المجال الديني، في المجال التنموي، في مجال التعليم، في الصحة، في كل المجالات المختلفة اللي من شأنها ان بتوطد أواصر التعاون والتعامل ما بين الدول. ويمكن آخرها كان في زيارة المهندس إبراهيم محلب لكوتيفوار وإنشاء بعض المستشفيات الخاصة. هو ده القوة الناعمة بتاع مصر اللي بتساهم وبتمهد الطريق ان يكون في مصر ليها أرضية قوية، ويكون كمان ليها برضو رأي وقرار كما كان في السابق. نعم، إثيوبيا يعني هي دولة ذات خصوصية كبيرة بالنسبة لنا كمسلمين ومسيحيين. الهجرة الأولى التي رآها المسلمين وهاجروا إليها حتى قبل أن يهاجروا إلى المدينة المنورة نفسها. بالطبع العلاقات بين الكنيسة المصرية والكنيسة القبطية هي علاقات كبيرة. مصر وأثيوبيا هما الحضارتان الأقدم في المنطقة. هذا أمر غير طبيعي الذي كان موجود، والمعارك اللي موجودة والهواجس والظنون. أعتقد أنه آن الأوان أن هذا الوضع يتغير، وبالطبع لن يتغير بفقط حديث عن المياه، ولكن نحتاج إلى علاقات أكبر في جميع المجالات، والعلاقة تكون مبنية على الفهم وتكون مبنية على حسن الظن، وذلك يحتاج إلى مجهود كبير جدا لا يتوقف فقط على جهود سياسيين، وإنما يحتاج بالفعل إلى من النوايا. المفروض ما يكونش فقط لفظ يا أستاذ أسماء، المفروض طبعا يكون في يكون مكتوب يعني، أو تطمينات على الأقل تكون مكتوبة، ويمكن هو ده اللي مطلوب من الجانب الإثيوبي حتى يفسح نعم المجال لحسن النوايا والأفق أرحب بتاعه. ببدأ بمبادرات إيجابية، وبالطبع ننتظر تجاوب كبير من أشقائنا في أثيوبيا على مستوى القيادة وأيضا على مستوى الشعب. نشكر حضرتك، شكرا جزيلا أستاذة أسماء الحسيني الكاتبة الصحفية بالأهرام. ونرجع لحضرتك تاني يا دكتور محمد. في محور تاني حقيقة مهم جدا، وهو الطرف السوداني. دايما لما كان بيثار حديث عن تأثر الحصة من مياه النيل بسبب هذا المشروع الإثيوبي، كان مصر والسودان هما اللي في الصدارة، لكن فعليا كانت مصر بس هي اللي بتدي مخاوفها، لكن الجانب السوداني ما كانش بيجي لنا انطباع ان في موقف مصري سوداني موحد، وربما ذلك مصرية بالشكل المطلوب. يعني كان من ضمن الأسباب المعطلة لتحقيق إنجاز أو تطمينات حقيقية تصل من الجانب الإثيوبي إلى الجانب المصري. حضرتك بتفسر ده بإيه؟ وإزاي ممكن زيارة زي الزيارة اللي احنا بصددها، وهذا الزيارة القيادية المصرية سواء إلى إثيوبيا أو السودان، ممكن تغير هذه القناعات وتدخل مفردات جديدة في هذه المنظومة، يعني كتعامل مصري سوداني مشترك؟ الـ 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 الكلام اللي حضرتك قلتيه ده وتفضلت بيه التعاون، ده كلام اتكتب واتمضى عليه، يعني ما أصبحش مجرد كلام، أصبح اتفاقية مبادئ. نتوقع فيها ان التعاون الاقتصادي والصناعي هيزيد بين الدول الثلاث. نتوقع فعلا مصر والسودان في قارب واحد فيما يخص، لانهم هم دول مصب مش دول منبع للنهر. ولذلك حتى كمان يعني برضو السودان كان ليها قول في الموضوع بتاعه المبادئ، كان ليهم راي معين، والراي اتحط وتم الاخذ به، اللي هي موضوع معامل الامان لابد من الانتباه ليه، بحيث لا يتم مثلا ان السد يقع ويغرق، او لانه اثيوبيا لو درسنا الناحيه الجغرافيه او الجيولوجيه، اثيوبيا هي عباره عن مجموعه مرتفعات او جبال بتبدا من حوالي 200 من 600 متر الى اكثر من 2000 متر ارتفاع، والسد معمول على ارتفاع حوالي 600 متر، فلو حصل انهيار المياه هتندفع باندفاع شديد على السودان، فتخوف السودان ده تخوف مشروع. لكن الاهم من ده وده انه الناس بتتكلم على التوافق، وما يبقاش الموضوع قرار فردي فيما يخص سد النهضه، اصبح مكتوبا ومنصوص عليه ان في توافق فيه بالاتفاق الدول الثلاث. خلينا ناكد على حاجه دكتور محمد، حصه مصر من مياه نهر نيل 55 مليار متر مكعب، نصيب الفرد منها تقريبا 800 متر مكعب، اقل من المعدل الطبيعي. يمكن في 2025 ربما لو هذا الامر ما زال مستمر هيكون في فقر مائي عندنا، اللي بينزل على الهضبه الاستوائيه في الحبشه تقريبا 1600 مليار متر مكعب.
لو في استثمارات حقيقيه، لو في مشروعات حقيقيه هتقلل الفاقد ده. انا هيكون عندي فاقد، اثيوبيا مش محتاجه بالفعل ميه لان عندها وفره من المياه وبتتبخر وتذهب الى البحر الاحمر البحر المتوسط او بتذهب الى المحيطات الكبرى، لكن اللي بنتكلم عنه كيفيه الاستثمار ده، وكان في مشروع على قناه مختلفه وعلى ضم نهر الكونغو وتحويله مره ثانيه، وده اثبت ربما فشل او عدم جدوى هذا المشروع صعوبه. لو بنتكلم عن الاستثمار الباقي لهذا المشروع، عن زياده نصيب الفرد في حصته في مياه نهر النيل، الاستفاده من ده وكيفيه تحقيقه بيتم ازاي؟ اولا في مشاريع اتعملت اكثر من 75% منها وتوقفت، وهو مشروع قناه جونجلي في جنوب السودان ده، بس هبقى اشرح لكم على السريع بالارقام. في موسم الامطار المستنقعات كبيره جدا في جنوب السودان، في موسم الامطار مساحه المنطقه اللي فيها المستنقعات تفضل 130 ألف كيلومتر مربع، 130 ألف كيلومتر مربع. في موسم الجفاف بتبقى 30 ألف، يعني في عندك 100 ألف كيلومتر مربع تبخر من المياه. قناة جونجلي الهدف منها أن يبقى النهر في هذه المنطقة ملوش شيب ملوش شكل، عبارة عن مستنقعات كان على أساس يتلم ويتحط والماء تتحط وتمشي تاخد مجراها في نهر النيل، وتجيب مليارات من المتر المكعب إلى دول المصب. المشروع ده ابتدينا واشتغلنا فيه، لكن كان فيه أخطاء، إن لم تم الاتفاق السياسي فقط مع الدول ولم يتم التوافق مع القبائل ورؤية مصالح القبائل، ولذلك ننصح لو أعيد العمل بهذا المشروع واستكماله وهو مهم، لابد من التوافق مع القبائل، نعرف هم عايشين ازاي، يبقى في دراسة عن الموضوع ده عايشين ازاي. هم في فترة الأمطار هم عايشين على الرعي، فترة الأمطار بيعيشوا في منطقة بيطلعوا في المرتفعات اللي هي ما فيهاش مستنقعات، بعد كده بينزلوا لأن في خضرة وأماكن طلعت بسبب الأمطار بيعيشوا عليها. لما انت تنشف لهم المستنقعات بدون ما تقول لهم ايه اللي هيحصل، ابتدوا يهاجموا المعدات والكلام ده. طيب يا دكتور، احنا لما كنا بنستطلع اراء كثير من المتخصصين حول مشروع سد النهضه والتعاطي المصري معاه، كان في اكتر من مره الحقيقه تحفظ حوالين جزئيه ان القانون الدولي يكاد يكون غائب في الشخصيات اللي بتمثل اللجان المصرية، يعني اللي معنية بحل هذه الأزمة. يعني واحد، إلى أي مدى ده حقيقي أو حضرتك لمسته من متابعتك؟ اثنين، إيه مدى خطورة ده، خاصة أن موضوع التحكيم الدولي في هذه القضية مسألة لا غنى عنها، يعني فهل حضرتك بتشوف أن الملامح المختلفة لمنظومة التعامل المصري مع هذه القضية بقدر خطورتها وأهميتها كامل، ولا فعلا يجب إعادة النظر في بعض من هو ابتدى يبقى كامل؟ لان لو حضرتك تنظري على الاتفاقيه دي اللي تم توقيعها من السيد الرئيس امس، انا بتكلم على تواجد ممثل للقانون الدولي، هل فعلا ليس بالقدر المطلوب كما يقول البعض؟ لا هو الفكره انك لما تتناول اي مشكله بتشوف جوانبها ايه وتجيب المختص فيها يبقى موجود، بحيث يدلي بدلو. لو هتتكلم على موضوع القوانين الدوليه يبقى لازم شخص مختص بالقوانين الدوليه يكون متواجد عشان يغطي هذا الموضوع. الاتفاقات الدوليه على فكره بتحمي حق مصر في حصته من نهر النيل. والاتفاق اللي اتعمل امس ما جابش سيره الموضوع بتاع الاتفاقات الدوليه، لانه بس بيتكلم على كيفيه تشغيل سد النهضة وبنائه. تمام. وبالتالي فإن ده يعتبر ضمنيا الموافقة على جميع الاتفاقات الدولية اللي بتحمي حقوق مصر من الجانب الأثيوبي ومن الجانب السوداني ومن الجانب المصري، فده شيء في غاية الأهمية. دكتور محمد نور الدين الخبير الاستراتيجي وعضو المجلس الاستشاري لعلماء مصر، بنسعد بتشريفك معنا وشرفتنا النهاردة، أتمنى تكون معنا. ممكن أقول بس كلمة صغيرة؟ اتفضل تحت أمرك. في نص دقيقة دلوقتي، مفتاح هذا العصر انك تستخدم العلم والبحث العلمي في الانتاج وفي تطوير اقتصادك، هتبيع وميزان المدفوعات هيبقى كويس وميزانك التجاري هيبقى كويس وهتبقى ودولتك هتبقى كويسه وهتقضي على الاعداء الخمسه
اللي انا قلته لحضرتك. الفقر والجهل والمرض. ايوه اشكرك اشكرك. ومن المهم انك تعمل تكامل مع دول اخرى. لا تغارد منفردا. التكتلات الاقتصاديه في غايه الاهميه وده اللي هنعمله مع افريقيا. اشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد شرفتنا. مشاهدينا الكرام يعني انتهت هذه الفقره الحواريه، لكن فقرات هذا الصباح ما زالت مستمره. فاصل ونعود نستكمل هذه الفقرات. احتمال كبير طبعا، وبالتاكيد هيكون في وقفه صحفيه ومش هتكون بمنأى عن متابعه هذا الحدث المهم، هذه الزيارة الإفريقية المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي. بعد الفاصل انتظروا.